ورحمة الله تعالى وبركاته في شرح جديد إن شاء الله في درس حول مع في هذه الفترة مع انطلاق مباراة كأس العالم. في الكثير من في البرازيل كثير من المهتمين بهذا المجال يبحثون عن طرق للوصول إلى بعض قنوات نقل لهذه المباريات مجانا. وفي هذا الدرس سنشرح برنامج XBMC هو الحل لمشاهدة البرامج أو مشاهدة القنوات الناقلة لهذه المباريات مجانا، ويتوفر على قنوات كثيرة. تابع معي، فقط تجدون رابط التحميل أسفل الفيديو XBMC، وتقوم بتحميله سواء عندك ويندوز لينكس ماك إلى آخره. أنا قمت بتحميله، فقط هو تحميل هذا تقيم بتحميله، فهو تنصيبه وتثبيته عادي جدا. بعد التثبيت على حاسوبك فلن تجد أيقونة برنامج على سطح المكتب. تذهب إلى المكان الذي قمت بتثبيت عليه، المسار الذي وضعته فيه مثلا، نرسله إلى سطح المكتب. بعد القيام بإرسال سطح المكتب قبل فتحه أو بعد فتحه سأضع لكم فيديو، رابطه ستكون أسفل الفيديو، يشرح لك كيف تقوم بقيام بعض الإعدادات مهمة جدا لمشاهدة هذه القنوات. بعد إعدادات في داخل برنامج XBMC بعد الدخول إليه تضغط على لايف تي في ثم تي في شانيل، وهكذا تجد كل القنوات التي تريدها. تشاهدون معي بين سبورت إلى آخره. أوه، برنامج رائع جدا، يتوفر على خاصية ومميزات أكثر من رائعة. والجميل في هذا البرنامج أنه يحدد نفسه بنفسه تلقائيا، ما يسمح لك بتتبع قنوات بجودة عالية HD. نقوم ب مشاهدة وينقل بجودة عالية جدا. تمشي القنوات تنقل لمباريات كأس العالم الذي يقيم في البرازيل للمنتخب في البرازيل. عفوا، لهذا لم أكن قد انتهينا من شرح هذه الفقرة، ولا تنسوا دعمكم لنا بضغط لايك لصفحتنا على فيسبوك انفورماتيك تيسيس برو، وكذلك مدونتنا تي اش تري بروفيسيونيل سيكيورتي. نلتقي في شرح آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.